بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السيده مريم رجوي الساده الحضور الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومحبه انه لشرف عظيم ان نكون معا اليوم رجالا ونساء لدعم نضال المراه الايرانيه التي تقود الانتفاضه الوطنيه الايرانيه ولا يخفى عليكم ايها السادة جميعا التاريخ النضالي الطويل للمرأة الايرانية وحجم المعاناة والحرمان والتعذيب الذي تتعرض له يوميا. نحن من خلال المشاهدات اليومية لوسائل الاعلام والتي تبرز شدة القمع ضد المرأة الايرانية وتعذيب ابنائها امامها واعدامهم بين فترة واخرى لهو دليل على قوه هذه المراه الصامده السجون والاعدامات اليوميه هذا التنكيل لا يزيد المراه الا اصرارا على تحقيق الحريه والعداله ومن هنا ومن هذا المنبر نوجه تحيه اجلال واكبار لهذه المراه الصابره القويه المناضلة التي تسعى إلى تحقيق الحرية والتي تدعو إلى تحرير الفكر قبل أن قبل أن يقولوا أن التحرير من أجل الحجاب لأن الحجاب لم يكن يوماً مشكلة خلاف إنما هي مشاكل سياسية تنعكس على أرض الواقع. انا من هنا اوجه تحيه للسيدة مريم هذه المرأة القيادية الرائعة التي تقود مجتمع بكامله، ايران كلها اتوقع مع هذه السيدة، رأينا ما تقدمه من تضحيات ويمكن احنا حضرنا هذا المؤتمر الثاني او الثالث، واقدر كل العاملين على هذا المؤتمر وتضحياتهم وانا اشوف يعني هم قاعدين يشتغلوا بروح الفريق وهذا برضه دليل على انهم مقتنعين بما يقوموا به. فالإيمان إيمانكم بثورتكم، إيمانكم بحقوق شعوبكم، إيمانكم بإحساسكم بمسؤولية تجاه المجتمعات الأخرى، إيمانكم بإحساسكم بحقوق الأقليات اللي لابد أن تأخذ حقوقها، هذا دليل على أنكم تسيرون بالمسار الصحيح، فلكم كل تحية من كل إمرأة على وجه البسيطة، ولكم تحية من كل إمرأة على الساحة الأردنية، ولكم تحية من كل الشعوب العربية والإسلامية، وشكراً لكم.